دي ده شق عندنا. بعد كده في جانب العرض ده كان على مستوى الشركات الصغيره والمتوسطه. عندنا احد ايضا اهم الامور اللي احنا اجتهدنا فيها بالتعاون مع مختلف الجهات، كانت ان احنا نسرع من وتيره افصاح الشركات المقيده في البورصه المصريه. يعني للي يتذكر واللي بيتابع شاشات الاعلانات بصوره مستمره هيلاقي انه دايما كانت البورصه، ودي يمكن حتى احنا استحدثناها في لجنه التوقيت بالبورصه المصريه، ان كنا كل فتره ما قبل انتهاء المدد المتاحه للشركات المقيده ان هي تفصح عن قوائمها الماليه واخبارها يعني فيما يتعلق بادائها المالي، كنا بننزل كده افصاح يا شركات يا مستثمرين خلي بالكم ان هذه الشركات في احتمال ان هو يوقف عليها التداول نتيجه انتهاء كل المدد المتاحه لهم لعمليه الافصاح عن قوائمهم الماليه مجتمعه بالنسبه للسوق المال المصري. فكان دايما عندنا هذه الاشكاليه ان هو على الرغم من ان القواعد بتنص على حدود هم بيستنفذوا كل هذه الفترات، يعني هم بيستنفذوها، بس كان دايما عندك المخاطره الدائمه من ان يبقى عندك شركات بيتم ايقاف التداول عليها نتيجه نقص او عدم الافصاح عن القوائم الماليه في توقيتاتها المنضبطه. عملنا مجموعه من الجهود الاوليه كانت الاجتماع مع مراقبي الحسابات سواء الجهاز المركزي للمحاسبات المعنيين بمراجعه القوائم الماليه للشركات او ايضا مراقبي الحسابات بالنسبه للشركات الاخرى المقيده، وحاولنا نوضح لهم ونشرح لهم بصوره مكثفه ان عمليه الافصاح السريع دي بتبقى مهمه للمستثمر ان هو يبقى لديه المعلومه عشان يقدر يتداول على معلومه ويبقى عندنا الكفاءه المعلوماتيه المطلوبه للتعامل في هذا الامر. طبعا كان في دايما نقاش ان في توازن ان المراقب وعليه دور ان هو يتاكد من ان الشركه وفقا للضوابط واجراءاتها المراجعه الصادره يعني في مصر او اجراءاتها المحاسبه او المعايير المحاسبه المصريه ايضا بتنص على الكثير من القواعد. هو مراقب الحسابات بيقول لك انا دايما ببقى محتاج ان انا اتاكد، ولازم يبقى في توازن دايما ان انت تتاكد وفي نفس التوقيت ان انت يبقى عندك قدره على الافصاح لجمهور المتعاملين. ما ينفعش تبقى شركات بتبقى مقيده ونلاقي ان هم بياخدوا الثلاث شهور المنصوص عليها في القواعد، وايضا بياخدوا ال 45 يوم ما بعدها تلك الفتره وفقا للتعديلات القيد ما وفقا لقواعد القيد ما قبل التعديل الاخير، فبالتالي يبقى بيصدر عن قوائم ماليه سنويه على سبيل المثال بعد اربع شهور او خمس شهور ونص من انتهاء العام المالي المنظم له او التابع له. فنتج عن فحصل تعديلات في قواعد القيد بالتنسيق مع الهيئه العامه للرقابه الماليه صدرت عن مجلس اداره الهيئه ان هو المهله الاضافيه ال 45 يوم اصبحت لا تعطى نقدر نقول مباشره، لكن اصبح في قدره للبورصه المصريه من خلال لجنه القيد ان هي تدرس هذه الفترات وتحدد ما اذا كان في امكانيه لاعطاء هذه الفتره للشركات من عدمه بناء على ان احنا بنحدد معايير او بنحدد رؤى في هذا الامر. وبالفعل تم الاجتماع مع كل الشركات المقيده بعد صدور هذه التعديلات، وتم الاشاره ان هو عمليه التاخير اصبحت غير ممكنه في ظل اهميه وصول المعلومات الى المستثمرين. وبالتالي شفنا انه خلال هذا العام لاول مره انتهت هذا العام بدون ما يبقى عندنا اي تخوف من ايقاف اي شركه، لان كلها التزمت بما فيها الشركات اللي هي كانت بتدي او نتيجه ان هي يعني شركات قابضه عندها شركات كثيره على المستوى التابع ليها، فكان دايما بيبقى في مخاطره التاخر. لاول مره في تاريخ البورصه اصبح ما عندناش اي شركات مهدده بالايقاف في الفتره دي، وده كان ناتج عن جهود كثيره بذلت من قطاع الافصاح وغيرها من القطاعات في البورصه اللي هي تحدثت باستفاضه ووضحت لهم باستفاضه كل النصوص المعنيه اللي بتنظم عمليه الافصاحات، وان هو يجب على الشركات انها لا تستنفذ كل القدرات المتاحه لها في هذا الامر، لان المستثمر له حق، المستثمر له حق والشركات لها حق، فبالتالي يجب ان ياخذ كل ذي حق حقه في هذا الامر. ده بالنسبه لتطور اعداد الشركات. احنا تقريبا وصلنا مش كده 100% من الشركات المتداوله بقت بتتعامل، فاحنا تقريبا وصلنا ل 100% من الشركات
التي تتداول فيه سوق راس المال المصري او في البورصه المصريه اصبحت بتتعامل من خلال نظام الاقصاح الالكتروني. عندنا شركات ما بين هي مقيده ولم تطرح الى الان، او شركات تم شطبها، فبالتالي ده 100% من الشركات المقيده المتداوله اصبحت تتعامل من خلال النظام الالكتروني لتسريع وتيره الاقصاحات بقدر الاستطاعه.